بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه قناتكم خبرنا اليوم، ومع المباراة المنتظرة، المباراة الفاصلة بين منتخبي مصر والسنغال 29 مارس، التي نتمنى فيها وكلنا يدعو أن يفوز المنتخب المصري بهذه المباراة ويصعد إلى نهائيات كأس العالم في قطر. ولكن مع دعائنا كلنا نتمنى، ولا نقول توقع نتيجة المباراة، نقول كم تتمنى أن تكون نتيجة مباراة مصر والسنغال؟ تقول هذا في التعليقات أسفل هذا الفيديو. ولكن لا تنسى الدعاء، أكثروا من الدعاء بقلوب كل المصريين. 100 مليون مصري يدعون لمصر اليوم بالفوز الكبير والصعود للمرة الثانية على التوالي إلى نهائيات كأس العالم. تمنوا وادعوا الله، ولا تنسونا بالاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس مع المباراة التي ستنقلها قناة اون تايم سبورت في 7 مساء 29 مارس. حتى هذا الموعد ادعو الله كثيرا، وسبحانه وتعالى مجيب السائلين ويحب من يدعوه. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.